في حاجه فيري انترستنج برضو لقيناها بالنسبه للامبلس ريسبونس كاركترستيك، برضو ممكن هي تفيدنا ان احنا ممكن منها نتعرف اذا كان السيستم بتاعنا ده كوزل ولا مش كوزل. اوكي، طبعا احنا بنتكلم على الكوزاليتي، دي حاجه مختلفه عن اللينياريتي وعن التايم انفارينس. يعني ممكن السيستم بتاعنا يبقى لينير وتايم انفاريانت ونان كوزال مثلا. اوكي، الشرط بتاعنا علشان السيستم بتاعنا يبقى كوزال هو ان اتش اوف تي بتساوي صفر فور تي ليس ذان زيرو. يعني معنى لازم الامبلس ريسبونس بتاعنا يبقى زيرو. اوكي، ات يعني كل التيز او كل التايمز اللي قبل الايه، قبل النقطه اللي ابتديت منها اللي هي النقطه زيرو. اوكي، فبيسكلي الاوتبوت ساعتها بيبقى يعني لو عندنا كوزال انبوت اكس اوف تي هيبقى الاوتبوت بتاعنا ممكن انتجريت بقى من زيرو لغايه تي نتيجه لان الاتش بتاعتنا هي فعليا من ايه، يعني فعليا ما هياش موجوده قبل الايه، يعني الاكس اوف تي بتاعتنا مش موجوده قبل الـ قبل الناس انفينيتي. اوكي، فيعني مش موجوده قبل الزيرو، فمعنى كده ممكن احنا نعمل انتجريشن يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده.